ايه ايه يا اختي البجاحه دي؟ بقولك يا ودي كابور. هو يعني ايه كابور؟ كابور؟ كابور هذه كلمه خطيره. طب اسرح. خطير كتير. طب اسرح يا اخي. اقلع البتاع اللي انت لابستها دي. اقلع. بيعملوا ايه؟ ده اللي بيعملوه الناس يا اختي. في هبله ولا ايه؟ قشطه يا ودي كابور. قشطه. ما عندكوش منها في الهند؟ عندنا منها كتير. توها كتير. ما عندكوش منها خالص خالص. خرب يا وسط. يا لهوي. صوتي صوتك. اتفرجي بس. البنت لونه. يا بنت ما تبصيش يا بنت. يا بنت اتفرجي. يا لهوي. فيصت بسرعة كده ليه؟ أنا تعبان ماما. أنا تعبان. أنت إن متعب. إني متعب. تعالى هنا. رايح فين؟ إيه ماما إيه؟ أنا لازم نام. أنا تعبان ماما. تعبان. أنت خلص شغل مطبخ وبعدين روح نام. لا أنت خش نام، وبعد ما أصحى يبقى خش خلص شغل مطبخ وأنا أمشي. تمام ماما. اللي تشوفه اللي تشوفه ماما. باي باي ماما. باي باي يا خابور. باي باي يا ماما. رجالة ايه دي يا اختي؟ ها؟ ده كان لونه طلعت عيني. ايه؟ اهدي! ايه القرف ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلعوا لي منين دول؟ يا بنت انتي هتفوقيني كده على الصبح؟ انتي ايه حكايتك؟ ما تلمي نفسك يا ولية. ولية؟ حط يا بنت لسانك جوه خشمك. واحط ليه يا اختي؟ هو انا دلوقتي اللي كنت بتدلع في المطبخ؟ يا بنت بقول لك حط لسانك جوه خشمك بدل وعزه وجلال الله ما اكون جايباكي من شعرك اللي انت فرحانه بيه ده. خلاص يا وزه يلا والنبي. الله اسكتي يا بنت انت. ما تتلمي يا ولية. معفنه ده انت ريحتك فاحت. انا اللي معفنه؟ لمي نفسك يا بنت بدل ما اجيبك من شعرك. بقول لك يا بنت انت وقعت حراميه ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا وزه. حراميه ايه يا اختي؟ ما تشوفي نفسك يا اختي وانت واقفه مع الخرنجه في المطبخ. لا بقى ده انت زودتيها قوي. ده انا هزودها واعمل لك فضيحه دلوقتي. واللي ما يشتري يتفرج. طب وريني يا اختي اللي ما يشتري يتفرج ده يبقى شكله ايه؟ خلاص يا وزه مش عايزين فضايح والنبي. لا يا اختي انا اللي عايزه فضايح، وهعمل لك فضيحه في العماره كلها، وهخلي كل السكان تعرف اصلك وفاصلك. يا اجرى يا بونديره. انا اجرى يا بونديره يا شمال يا غلط. انا هوريكي. انا بقى هوريكي الغلط وطرطشت الزلطه يا والنبي. يا لهوي. بس بس ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه في ايه يا توحه من دول؟ انا عارفه شكلهم اتنين سايع وحراميه سارحين في العماره. برضه هتقول حراميه يا بت يا اجره. تلمي لمي نفسك يا بت. بس 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 يعني ما ردتش عليها يا بنتي. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ وانت مين يا اخويا؟ وانت مالك؟ الحارس بتاعها ان شاء الله. حتى الراجل الكبير مش محترماه. اسكت انت بس يا توحه لو سمحتي. الله يسامحك يا بنتي. يعني ما ردتوش عليا. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ ولا حاجه يا اخويا. كنا بنعمل شغل عند الست تغريد في الشقه فوق، واحنا نازلين شفنا اللونه واقفه في المطبخ. لا ما شفناش حاجه. احنا كنا قاعدين فرمت الزباله علينا فتعاركوا بس. طيب حقكم عليا انا. اكيد توحه ما كانتش تقصد. صح يا توحه؟ صح يا راجل يا طيب. يلا بقى. طب صلوا على النبي كده بقى واهدم. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كمان زيدوا النبي صلاه. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الله 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 يا سلطنة. انت عارف كل الزبائن دي بتيجي عشان تسمعك مش عشان البنات بس. ولا ايه يا موز؟ والله شيء رائع يا مدام سرور. بيت يا فانيلا هاتي الفاكهة. هاي الفاكهة يا أبلة. حطيها. حطي حتة حشيش يا بنت في البخور كده خلي الأساتذة يتسهللوا كده. حاضر. حطي يا بنت ما تبقيش بخيلة. أوعى يا أبلة والله دي ريحتها لوز. قوم شوف الباب يا عجوة. شوف الباب يا فردة. شفته.
ماله بقى الباب؟ يا عم قوم افتح الباب، باقيين على ابو غباء. الله الله، طب بلاش شتيمه بقى قدام الناس، قلنا قبل كده. خلاص قوم افتح الباب يا فخده بيه. ايوه كده يا اخي. الله ينور عليك يا سلطانه، عايزين بقى نسمع الحاجات الحلوه بتاعتك دي كلها. ده طلع ابو الكوامل السمسار. ايه ده؟ طب دخله جوه وانا هجيله. حاضر يا ابله صور. ايه ده؟ ايه يا عجوه ده؟ يلا بقى سهلنا بقى كده وسمعنا حاجاتك الحلوه. يلا. ايوه هو ده، هو ده جيالك. اهلا اهلا يا ابو الكوام. اهلا بيك يا ست الكل. عدم مؤاخذة يعني بلغوني ان حضرتك عايزة تقابليني. وانا استغنى عنك يا ابو الكوابل. بقول لك ايه، عايزك تشوف لي شقة كده حلوة هنا جنبنا في المهندسين، وتبقى ليها مدخل خاص. اه فهمت، يبقى سعادتك عايزة تعمليها شركة او مدرسة خاصة. يكتك ايه. بس بقول لك ايه، ما تبقاش في الادوار العالية، ها خليها لي ارضي، عشان الضيوف بتوعي ما يحبوش يطلعوا في الادوار العاليه، بيتعبوا يا حرام. وبعدين ايه، تبقى هاديه قوي عشان ما يحبوش حد يشوفهم لو هم داخلين ولو هم خارجين. صح والله، هم الضيوف بيتعبوا. عينيا يا ست الكل، اشوف لك الشقه عينيا الاثنين. شاكره قوي يا ابو الكوام. لا لا، شكر على واجب اكل عيش. وانت بقى يا بنتي قلت لي اسمك ايه؟ وزه. الله، وزه وزه، عاشت الاسامي. الله يخليك ويكرمك. وانت يا بنتي اسمك ايه؟ خوخه. الله، وزه وخوخه، ايه الاسماء الجميله دي؟ قولي لي بقى، انتوا شغالين في الهدوم الرجالي ولا الحريمي بس؟ انا هقول لك، اصل خد بالك البنت خوخه لسه نازله معايا جديد، انا يا اخويا شغاله في الحريمي بس. انما قولي لي بقى، ما عندكش يعني قمصان نوم كده تكون شفتشي؟ لا يا اختي، ما بشتغلش في المحزق والملزق بتاع. امال بتشتغلي في ايه بدل الراس؟ احنا اتصالحنا خلاص، ليه كده؟ ما انت شايفه بتلاقح كلام ازاي. بقولك ايه يا عم عظيمه، انا من عينيا الجوز يا اخويا، لو عايز اجيب لك حاجات رجال اجيبها لك لحد البيت واوصلها لك بنفسي كمان. الله يكرم اصلك يا بنتي، انا بس بستفهم عشان ممكن ابقى اجيب لكم زباين. الله يخليك، شوف الناس الكمل. لا وايه، ممكن بقى ابقى اخد لبناتي، بس اول الشهر اكون قبط. ربنا يخلي لك بناتك، بس يا اخويا اول شهر ايه واخر شهر ايه؟ ما تشيلش هم، انا اجيب لك الحاجه لغايه عندك واعتبر الحساب كمان واصل. وصل ايه بس يا بنتي، كلنا بنجري على اكل عيشنا ورزقنا يوم بيوم، المفروض بقى نقف كتفنا في كتف بعض.